بمداخلة أخرى صوتية مع عبد الرحيم من إسبانيا، فليتفضل. أنا عبد الرحيم من إسبانيا، تنشكر ميديان على هذا الموضوع. نفتح هنا واحد القوس ديال هذيك المبيدات اللي تنداوي بها الفلاحه ديالنا. مثلا نعطيك انا مثلا، ما كاينش شي مراقبه ولا ما كاينش شي دواء اللي هو ممنوع ولا شي دواء غير ممنوع، لان تنشوفوا مثلا واحد الانسان دا مثلا داوى الزيتون وداواه مزيان، تيجي جارو تيقول يعطيني واحد شويه نداوي به مثلا منتوج اخر، يداوي به الليمون او يداوي به بطاطا او يداوي به بصله او يداوي به شي حاجه، ولكن هذا الشيء ما صحيحش، لان بحكم اننا في اسبانيا كاين هنايا دوك المبيدات المرخصه، كاينين ثلاثه ولا اربعه اللي هما ما يأذيو لا الارض لا والو، والدواء مزيان ويقتل الحشرات ويقتل المبيدات وكل شيء مزيان والامور غاديه مزيان. وهنا الا ما كانش المنتوج مرخص ما يمكنش لك اي واحد تجي وديرو تاع تلقائيا هكاك. وشكرا. شكرا جزيلا للمستمع عبد الرحيم من اسبانيا. يعني هذه النقطه ديال المبيدات مهم جدا. نعم. حتى كنشكروا لانه اتجه نحو واحد الفئه مستهدفه اخرى هي الفلاحين. نعم. وربما وهذه النقطه يعني مهمه جدا، يعني صدقا ما كانتش مبرمجه عندي في الحقيقه في لا لا، هو انا قلت لك الفئات المستهدفه بالتربيه البيئيه تختلف. نعم. القطاع الصناعي، القطاع الفلاحي، القطاع التجاري، كلهم عندهم مساهمين ايضا. النقطه اللي ذكر وخاصه فيما يخص المبيدات نعم. عندها جوج الاشكالات. الاشكال الاول النوع ديالها، وهو طرح بانه كاين بعض الانواع مرخصه، ولكن المشكل الكبير هو الكم. في غياب تربيه بيئيه ديال الفلاحين، يعتقدون انه كل ما دار مبيدات اكثر، كل ما انه او اسمده اكثر، لان بحال المبيدات بحال الاسمده، لان الاسمده هي كيفاش تخصيب الارض، كل ما راه غادي يكون عنده انتاج اكثر، او كل ما راه غادي يتفادى بعض الحشرات او بعض اكثر، وهذا ربما مكلف بالنسبه للفلاحين. ومع الاسف في غياب تربيه بيئيه للفلاحين وتوعيه، غادي يبقاو دائما كيشريو، لان كيشريو شي حاجه اللي ما كيستافدوش منها، بالعكس كيشريو اشياء اللي بعض المرات تضر بالفلاحه ديالهم. اذا هنا خصنا نطرحوا واحد الاشكال، وربما انا كنشكرك على الموضوع التربيه البيئيه والتنميه، راه في غياب هاد التوعيه، كيف يمكن ان ننمي مثلا القطاع الفلاحي ديالنا؟ نعم. وهو قطاع الا شفنا مثلا العدد المغاربه، عدد كبير جدا.